واسمح لي في البدايه احمد ابدا بمي يعني ليديز فيرست. مي احكي لي تجربتك. انت مفروض ان انت اتعلمتي لغه او درستي لغه انجليزيه ووظفت ده انه يبقى غير انه هوايه مصدر دخل جيد ليك. التاريخ بقى عملتي ايه؟ انا في البدايه كان درست حاجه وحلمي حاجه تانية فما وقعتش في النص، ما قررتش ان انا استسلم، اللي هو انا ما دخلتش ده فخلاص انا هزعل وابقى على جنب زعلانه وكده. فلا، قررت ان انا هشتغل على نفسي، هحاول على قد ما اقدر، يمكن يتحقق اللي انا نفسي كان يحصل. انا كان نفسي ابقى مدربه انجليش وادرب انجليش بطريقه معينه توصل للناس بسهوله وببساطه وخلي اللي قدامي بيتكلم، بس مش مجرد ان هو بيحل وبيذاكر زي الطريقه التقليديه. ماي هقطعك، انت قلت لي انت خريجه تجاره. تمام. طب ليه ما دخلتيش اداب انجليزي ألسن؟ يمكن ده علشان من البدايه خالص انا كان عندي التالنت او الموهبه بتاعت اني اوصل المعلومه، بس ما كنتش عارفه انا عايزه ابقى ايه. صحيح، طبيعه سن ال 18 بالظبط الفتره اللي احنا ضايعين تايهين مش عارفين. بس لما خرجتي حددتي اكتر. بالظبط. ودراسه التجاره فادتك. بالظبط، لانها بتفيد في حاجات كتير جدا وساعدتني في ان انا الوضع اللي انا فيه دلوقتي، ان هو ازاي اتعامل سواء اداريا او في الحاجات اللي ليها علاقه بالحسابات. صحيح مش ضليعه قوي، لكن لا عندي. بس بعد اذنك بقى، انت اتعلمتي لغه واجاده امتى؟ في اوقات فراغك؟ في اوقات فراغي اشتغلت على نفسي كتير جدا. كنت بستخدم النت، بستخدم اللابتوب، بستخدم الافلام العاديه جدا. ممكن لو انا ما عنديش كل الامكانيات دي كان ممكن يبقى عندي تلفزيون شغال فيلم، بخبي الترجمه بكشكول عادي جدا علشان خاطر ما اشوفش ايه اللي بالعربي واسمع والاحظ وانطق زي الشخص اللي بيتكلم. بس كان قدامك فرصه تتفرجي على مهند مسلسلات تركي ترغي مع جيرانك وصحباتك، تقعدي 10 ساعات على الفيسبوك وما كنتيش تتعلمي ولا لغات ولا حاجة. بالظبط. بس انت قررتي ان وقت فراغك جزء منه تعملي بيه حاجة مفيدة. بالظبط، في وقت لان انا اتبسط، وفي وقت ان انا ممكن اتبسط بالحاجة اللي بحب اعملها فهتبسط اكتر بالنتيجة اللي هتحصل. صحيح. بعد كده بيجيب سعادة. بالظبط. انت حاليا مشروعك نجح كده الحمد لله وبقى مصدر دخل بشكل كبير. اللي تعلمتيه في وقت فراغك اتحول النهارده لمصدر دخل. بالظبط.